السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، لقاؤنا اليوم حول الموضوع الساخن الذي لا بد منه، والناس دائما تنتظر العلماء أمثالكم سيدي في الأزمات ليستمعوا إلى رأي الشرع في الموضوع. اليوم نحن أمام فيروس منتشر بغض النظر عن الأسباب، عن ما يجري من تداول حوله. في النتيجة نحن أمام فيروس وله يعني مضاعفات خطيرة، وله رب جل جلاله، بلا شك جل جلاله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نعم. سيدي، هو الآن النقطة الأولى التي نريد الحديث حولها، بعض الناس أصيبت بالهلع، إن الإنسان خلق هلوعا. نحن نريد أن نطمئن الناس، هل المؤمن يهلع ويخاف؟ إلا المصلي. تمام، هناك استثناء. نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي. لماذا المصلي سيدي ينجو من هذا الهلع؟ المصلي له اتصال بالله جل جلاله، الله عز وجل صاحب الجمال والكمال والنوال. المؤمن المتصل بالله قوي بالله، متفائل بوعد الله، ناجح بتوفيق الله. يعني أنت عم تتصل بذات كاملة، أسماء كلها حسنى، صفاتها كلها علا، فأنت ما دام موصول مع القوي قوي، أنت مع الجميل جميل، مع الرحيم رحيم، مع الحكيم حكيم. فالفرق الكبير جدا بين مؤمن له صلة بالله وبين إنسان شرد عن الله، لابد من أن نجد بينهما بونا شاسعا في علاقاتهم بمن حولهم وفي خوفهم أو طمأنينتهم. الآية الفاصلة في هذا الموضوع: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا. ولا بد من تبيين الفرق بين الأمن والسلامة. قد تعيش عام بأكمله، ما في ولا مشكلة سلبية، هي سلامة. أما الأمن عدم توقع الشيء السلبي، الأمن عدم التوقع، مو الأمن عدم الحصول. نعم. عدم الحصول سلامة. الله بيقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا. هنتابع، ما بيكفي. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قد يكون إنسان ما آمن بالله، بس ظلم شريكه بالتجارة، ظلم أخوه أحيانا. أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم، يعني ولي غيرهم تحتمل غيرهم. إذا قلت نعبد إياك صلاة باطلة، بما باطلة؟ نعبد إياك لا تمنع أن نعبد غيرك. لكن دقة القرآن أولئك لهم الأمن، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. والأمن ليس السلامة، السلامة موضوع آخر. السلامة عدم توقع السلبيات، السلام عدم الحصول السلبيات. يعني إيه؟ يعني المؤمن يتمتع بحالة أمن، والله لا أبالغ، لو وزعت على أهل بلدي لكفتهم. الآية واضحة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بدي أنفي عن الفهم العام، هذا مؤمن بيصلي، لا لا لا، هو بيصلي بيصوم وبيحج وبيزكي، بس له شيء ألف بنت يتميز بها، بدخله، بإنفاقه، بعلاقته بزوجته، بأولاده، بالأخوياء، بمن حوله، بوالديه. يمكن يتفرع شيء ألف بنت يتميز بهذه البنود المؤمنة. الإيمان مرتبة عالية جدا، مرتبة أخلاقية، مرتبة علمية، ومرتبة جمالية. المؤمن أسعد إنسان بأي ظرف، بأي ظرف، ولو وقع في المرض أبدا لا يميز. مرتبة جمالية. نعم. في مرتبة علمية ما اتخذها وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وفي مرتبة جمالية علمية وأخلاقية. أخلاقية، المؤمن أخلاقي، لا يمكن لمؤمن أن يكذب ولا أن يغش ولا أن يدلس. نعم سيدي، أنتم لكم كلمة جميلة في موضوع هذه الفيروسات، تقول أنت من خوف المرض في مرض. نعم، يعني هذا الذي يخاف المرض هو في مرض الخوف، فقد الأمن. فقد الأمن. نعم. لكن سيدي في المقابل حتى نكمل الفكرة، نحن لا نخاف إن شاء الله، لا نهلع، نحن مؤمنون متصلون بالله، إن شاء الله لا نهلع.
لكن ألا ينبغي أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل للوقاية؟ نعم. والواجب يلخص بهذه الكلمة أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. نعم. هذا شيء دقيق جدا، لأن المؤمن يعيش حياته في ضغوط، في ظروف، في أعداء، في يعني أشخاص سلبيون في حياتهم، لا بد ما تكون بحالة من الصحوة ومن الاستعداد. نعم. بس إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، تبقى مع الله وتتخذ الأسباب. نعم. إذن سيدي، عندما تتخذ الحكومات في عالمنا العربي والإسلامي قرارات، يجب أن تكون ملزمة للأشخاص في تجنب العدوى. والله أنا أقول دائما هذا، أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أولي الأمر منا منكم، حريص على سلامتنا وعلى صحتنا وعلى دخلنا وعلى الأمن، هو منا ومنا، لما لا نطيعه؟ نعم، ما دام يأمر بطاعة قبل تجنب العدوى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. الموضوع الثاني هذا، ولا طيرة، العدوى حاصلة. نعم. بس إياك أن تظن أن العدوى بلا إذن إلهي، كله بأمره، لا بد من أن يأذن الله، فأنت علاقتك مع الله مو مع العدوى. نعم. لذلك تم التوحيد وفر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. يعني لا، يجب أن نتجنب العدوى. نقول مرة ثانية، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بعض الناس سيدي معسرون ومنفرون، يعني لا ينشر إلا الأخبار السيئة في هذه الأجواء، ما قبلكم؟ هذا قناص. نعم. يا أخي القرآن منهج، حدثنا عن المؤمنين وعن سعادتهم وتوفيقهم وعن الجنة التي تنتظرهم، حدثنا على أهل النار. هذا الذي يكتفي بالسلبيات، بالحنش الأقرع، بالقبر، بجهنم والإثم باللهب، هذا إنسان غير داعي، هذا إنسان أنا بسميه منفر. منفر. فلا بد من أن توازن بين التنفير وبين التبشير. لا بد من موازنة بينهما، لأن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، اللي هو عظيم ينبغي أن تخافه، وإكرام ينبغي أن تحبه. هذا درس لكل إنسان له عمل قيادي، للأم والأب، المعلم، المدرس، رئيس الدائرة، من الخفير إلى الأمير، هذا الذي معك وأنت فوقه رتبة، ينبغي أن يحبك بقدر ما يخافك، أو عكسا، وينبغي أن يخافك بقدر ما يخافك بقدر ما يحبك. سيدي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، يعني نحن ينبغي أن لا نتشائم مع الناس، نتخذ الأسباب دون تشاؤم. مضطر أتكلم كلمة بس حاسمة. نعم. التشاؤم والكآبة، اليأس واليأس، القنوط، والقنوط يقترب من الكفر. إنه لا ييأس من روح الله موجود إلا القوم الكافرون، يهدوا كل شيء. والله بيغير الموازين بلمحة. نعم. سيدي الكريم، الذين ينشرون الشائعات، يعني لا يتثبت من الخبر، يأتيه خبر على الفيسبوك على الواتساب يرسله فورا للمجموعات عنده فيثير الهلع. الجواب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أبدا ما نلتفت. أو تثبتوا. نعم، لابد من التثبت والتبين. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. نحن نسأل الله أن يرفع هذا البلاء وهذا المرض. سيدي ملك، سأطلب دعاءكم للأمة. ما قل لي كلاما، إن كنت سعيدا أحزن، أو حزين أسعد، قال له كله حال يزول. الله كله سيزول إن شاء الله. ومن علامات الإيمان التفاؤل. نعم. دعاؤكم سيدي، دعوات ولو في دقيقة للأخوين. اللهم أصلح لنا ديننا، آمين، الذي هو عصمة أمرنا، آمين، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصرنا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا سيدي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى منكم اللايك والسبسكرايب، وشكرا لكم.